الأصدقاء مكتوب والأصدقاء والموعد واللقاء يحكي المعنى كتاب من إلهام السماء الحكمة في مدى فلنسمع ما روى ما أجمل ما حوى من أسرار الضياء مكتوب والأصدقاء يحكي سير الزمان وما بالماضي كان هو شاهدنا العيان فاسأل عما تشاء يحكي سير الزمان وما بالماضي كان هو شاهدنا العيان فاسأل عما تشاء مكتوب والأصدقاء مكتوب والأصدقاء والموعد واللقاء يحكي معنا كتاب من إلهام السماء يروي للسامعين قول الهادي الأمين ورسول العالمين وإمام الأنبياء يروي للسامعين قول الهادي الأمين ورسول العالمين وإمام الأنبياء مكتوب والأصدقاء أنت حزين لأنك لم ترى ياسر منذ مدة منذ أن سافروا إلى الهند في رحلة عمل والدهم وأنا أمل من اللعب وحدي لقد كان صديقي المفضل يا مكتوب كنا نذهب للمسجد سوياً ونحفظ القرآن سوياً ونلعب سوياً أحياناً كان يغضبني ولكنه صديقي ترى متى سيعود لنتعلم ونصلي ونمرح معاً لقد عاد بالفعل ماذا تقول؟ أقول لك إن ياسر عاد بالأمس من أخبرك بهذا؟ هشام جاء هنا بالأمس وسلم علي وعانقني لأني صديقه المفضل كما تعلم فعلمت أنه عاد هو وياسر ووالده من رحلتهم حسناً هيا بنا إلى أين؟ سنذهب لنطمئن على ياسر ما بك يا ياسر؟ أراك حزيناً منذ أن جئنا هل جئنا لك في وقت غير مناسب؟ إن كان الأمر كذلك لا تقلق سنستأذن فوراً إنما يضايقني يا أصدقائي أني رأيت في رحلتي أشياء لا تجوز ولا يقبلها عاقل هناك لذا أعتقد أني لن أكررها وكذلك أبي أتقصد في الهند؟ نعم ناس لا أعلم بأي عقل يفكرون ابتدعوا عبادة غريبة عبادة غريبة؟ ما هي؟ إنهم يعبدون العجول والأبقار ماذا؟ لقد فعلوا أمراً لم يفعله أحد من قبل هذا جنون ومن أخبرك أنهم فعلوا أمراً لم يفعله أحد من قبلهم؟ هل تقصد يا مكتوب أن هناك من سبقهم في عبادة البقر؟ نعم هناك من سبقهم بفعل مشابه وعبدوا عجلاً ماذا؟ إنها قصة من قديم الأزل قصة السامري والعجل أظن أنه يجب عليك سردها يا صديقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قذفت بنو إسرائيل ما كان معهم من زينة آل فرعون في النار وتكسرت ورأى السامري أثر فرس جبرائيل عليه السلام فأخذ ترابا من أثر حافره ثم أقبل إلى النار فقذفه فيها وقال كن عجلا جسدا له خوار فكان للبلاء والفتنة ولما رجع موسى عليه السلام ورآهم أشركوا بعبادتهم للعجل ومعه الألواح المتضمنة التوراة ألقاها ويقال إنه كسرها ثم أقبل عليهم فعنفهم ووبخهم وهجنهم في صنيعهم ثم أقبل على أخيه هارون عليه السلام قائلا له هلا لما رأيت ما صنعوا اتبعتني فأعلمتني بما فعلوا فقال تركتهم وجئتني وأنت قد استخلفتني فيهم وقد كان هارون عليه السلام نهاهم عن هذا الخرف ثم أقبل موسى على السامري وقال له ما حملك على ما صنعت؟ قال رأيت جبريل وهو راكب فرسا فقبضت قبضة من أثر فرس جبريل فلما ألقيتها في هذا العجل المصنوع من الذهب كان من أمره ما كان فقال له موسى اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس أي لا تمس بشرا ولا يمسك بشر وجزاؤك عند ربك
كيف يعبدون ما لا ينفعهم ولا يضرهم؟ هذا بسبب فساد عقولهم وضعف إيمانهم وغياب وعيهم وانعدام بصيرتهم. يعجبني فيك يا مكتوب أن كلامك مختصر ومفيد للغاية. أنا دائماً أتبع هذه القاعدة: خير الكلام ما قل ودل. مكتوب مكتوب والأصدقاء، مكتوب والأصدقاء والموعد واللقاء، يحكي المعنى كتاب من إلهام السماء، الحكمة في مدى فلنسمع ما روى، ما أجمل ما حوى من أسرار الضياء. مكتوب والأصدقاء يحكي سير الزمان وما بالماضي كان، هو شاهدنا العيان فاسأل عما تشاء. يحكي سير الزمان وما بالماضي كان، هو شاهدنا العيان فاسأل عما تشاء. مكتوب والأصدقاء والموعد واللقاء، يحكي معنى كتاب من إلهام السماء. مكتوب والأصدقاء يروي للسامعين قول الهادي الأمين ورسول العالمين وإمام الأنبياء. يروي للسامعين قول الهادي الأمين ورسول العالمين وإمام الأنبياء. مكتوب والأصدقاء.